وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يترأس بتونات أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازا في دورته 14، حيث اعتبر أن تطوير أداء الوكالة الحضرية والارتقاء بها يرم بالأساس تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار. اجتماع هام جدا على اعتبار الخاصية ديال هذه المناطق، الخاصية الجبلية والصعوبة الطبوغرافية وكذلك صعوبة إقامة البناء في هذه المناطق، وكان حاضرا هاجس البناء في العالم القروي والبحث عن آليات وسبل الخروج من الحالة الصعبة التي يعيشها المواطنون وكذلك الحالة الصعبة التي يعيشها مختلف السلطات. وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني تسعى إلى الارتقاء بمجال تدخل هذه الوكالات ومواكبة نموها وتعزيز موقعها كشريك متميز للجماعات الترابية. خلال هذا الاجتماع تم عرض برنامج حصيلة برنامج العمل للوكالة الحضرية تازا 2015 وكذلك برنامج العمل ل 2016. كما يعلم الجميع أنه في إطار المهام المنوطة بالوكالة الحضرية وخصوصا التدبير الحضاري والتخطيط الحضاري، بخصوص التخطيط الحضاري تم خلال سنة 2016 إصدار 32 وثيقة للتعمير، وبهذا تكون الوكالة الحضرية قد بلغت نسبة 100% بالنسبة للتغطية بوثائق التعمير للتراب التي للنفوذ الترابي الذي تشرف عليها. انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازا يأتي في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى عبر مختلف المناطق المغربية تحت قيادة جلالة الملك، والتي تجعل من قطاع التعمير محورا لالتقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية.